مساء الخير عليكم. فوالا معكم دقيوز ومقيوز لو جون. حنا ماهوش معودنا نديرو فيديو، ربما اول مره نديرو فيديو اللي تبارطاجها في لي ريزو سوسيو، مي اليوم هي كانت لنا فيديو باسكو كاين حاجه تري امبورطون، حاجه اللي قاستنا بزاف، ودنا فيديو باش نجاوبو على كاين حاجات لازم نوضحو من الجمهور، الناس تعرفهم، وباش نجاوبو على كاين امور تحطت في لي ريزو سوسيو. مي دابور نجاوبو الناس اللي راهي كل يوم تسالنا في الشارع، الناس اللي نتلاقاو بهم، الناس اللي نتلاقاو بهم بولادهم العائله تاعهم بارتو، اللي راهم يسالون على راسي تقريبا سوق قيوس 3 اسكو تكون هذا العام ولا ما تكونش. حنا درنا لا فيديو جوستمون باش نجاوبوهم، ما كاش اموان واحد اخر باش نجاوبوهم كامل. دونك نجاوبوهم باللي حنا هذا العام درنا تقريبا سوق قيوس 3 سيزون صح، وصورناها وراهي فيني واجده، وصورناها في تونس، وهذا العام حبينا نديرو حاجه واحده اخرى، يعني بروبوزيسيون ارتستيك واحده اخرى، معناتها كبرنا الكونسيبت تاعنا، درنا 20 حلقة وكل حلقة فيها 20 دقيقة وفيها حكاية وفيها بنية درامية وفيها يعني فيها شخصيات، فيها دي روبونديسمون، فيها بليزيوغ زاكس. دونك وحتى استعنا بالمخرج الكبير اللي هو المخرج محمد غوك، المخرج التركي اللي كان صور مسلسل مشاعر، وكان صور مسلسل تلك الأيام اللي وقفوه. اي صورنا ديسمبر ولا جونفي، ولا كملنا في ديبي جونفي، كملنا والسيناريو كان تكتب في الصيف. وكيما كان الحال دوك حنا حبينا نديرو حاجه واحده اخرى، حبينا باش ما يبقاش دقيوس كيما كان بتي كونسيبت، حبينا نطوروه. لو راف تاعنا حلمنا باش يكون نقولو هاد الناس دقيوس مقيوس كان راح يفوت في قناه الشروق، مي مع الاسف وقفوه هذا البارح ولا اليوم، سمعنا خبر بلي وقفوه، هذه في نتيمو من نوع من العرض تاع ما يتعرضش في قناة الشروق. دونك لأسباب اللي راح نتكلم عليها من بعد. وكاين حاجة واحدة أخرى مادا بينا برك نجاوبوا على بعض لي كومونتير، باسكو شفنا دي باج حطوا بداو يتكلموا على البروديكتور تاعنا اللي تعاملنا ديجا معاه في مشاعر، تعاملنا معاه اللي هو البروديكتور التونسي، بداو الناس تكتب وتجبد عليه إشاعات وكذا، وحنا على بالنا شكون اللي مجيب الإشاعات الكلام هذا. تو سامبلومون سي دي كونكورون تاع الدومين، دي جون اللي قلقهم هذا السيد باسكو يخدم مليح ويعرف خدمته مليح، ماذا بهم هما وحدهم الدومين هذا، واحد ما يخدم فيه. هاد الناس اللي كانوا من الاسباب باش يحبس مسلسل تلك الايام عنده عامين، ومسكين هاد السيد داروا له قالب، وطردوه مسكين لتونس بلا حتى سبه هكذاك. بيان سور ذاك الوقت الاستعانه تاع دي جون اللي كانوا في السيستم اللي دوكا راهم في الحبس. فوالا. نقطة ثانية، الناس قالت لك بلي شفناها في ريزو سوسيو، انا والله ضحكتني، قال لك حبسونه باسكو تو سامبلومون تكلموا على رئيس الجمهورية تبون. الإشاعات إشاعات مش بابا، حنا نتكلموا على رئيس تبون. نو سولمون السيناريو هذا كتبناه صافي 6 موا، دونك قبل الفوت، قبل ما كناش عارفين كاع واش صار. 6 شهور قبل الانتخابات، ونصافي ميم با اسكو راح يكونوا الانتخابات، ونصافي ميم با شكون كان راح يكون بريزيدون. دونك كيفاش نكذبوا نضربوا خطر من حنا ولا كيفاش؟ ودرنا شخصية اسكوبار اللي هي انسبيري من لا سيري ماركوس، دونك الشخصية هذه ما تسقط على حتى ما عندها حتى علاقة مع حتى انسان. يعني الناس لو كتشوف ما عندها حتى صلة لا من قريب ولا من بعيد على شخص رئيس الجمهورية، يعني جو فوا ميم با لابور. يعني حنا ست شهور انا نقول بلي كتبنا السيناريو، كيفاش تقدر يعني سانسيرمون كيفاش تقدر؟ اي اون بليس نو حنا سي فريك هذا العام كيما قلت لكم كبرنا الحكايه، دونك شخصيه اسكوبار في بارتي من الحكايه يعني، وكان حتى العصابه تكمل على العصابه، لان يعني كيما قلت لكم كاين حكايه قصه، حتى العصابه ما ذكرناش اسماءهم، درنا اسماء مستعاره باش هكذا نجلبوا الحساسيه. دونك انا جو با الناس اللي راهي تهضر هكذا، ما فهمتش انا صراحه، يا وصل ميم با شكون هذا اللي قرر وقال المسلسل هذا ما يفوتش، جاري با كومبوندر سيسامون، كيفاش تقرر انت تحبس مسلسل والبروبليم ما شافهمش الحلقات، كان 20 حلقه بالضبط ما شافهمش، كيفاش تحبس المسلسل انت ما شفتوش؟ شكون هاد الناس اللي راهي ديسيدي؟ شكون هاد الناس اللي راهي تقرر وتقول هذا المسلسل يفوت ما يفوتش؟ نورمالمون يفو فيزيوني، تشوف الحلقات ومن بعد تقول هذه ماهيش في بلاصتها، ولا راك تهضر تكونفيرمي باللي صح، راك نهضروا على فلان ولا على فلان. لا يعني صراحه حتى لو كان هاي مثلا نجعلوها صح ونقولوا ادميتو بلي حنا هضرنا على الرئيس بينا كامل الشخصيات هاي مثلا، هاي يعني سي كوا المشكل زعما؟ واش راهي متوقعين يصرا؟ زعما الناس كي تشوف دقيوس مقيوس في رمضان صاير راح تخرج مظاهرات والبلاد تتكسر ودقيوس مقيوس عندهم الحق، ولا كيف كيفاه طايف باش واحد يامن بحكايه كيما هذه؟ الناس ما كان حتى مسلسل ولا عمل فني راح ينوض الناس للشارع، الناس ما تخرجش للشارع كي تشوف مسلسل ولا تشوف حاجه كوميك، ولا الناس تنوض للشارع كاين اسباب اللي تخليها تنوض،
الثوره الفرنسيه كي دارت ماشي الفنانين اللي نوضوها ولا سي با موليير ولا بالزاك ولا ايميل زولا اللي نوضوها ولا الثوره البولشوفيه في الروس ولا سي با تولستوي ولا دوستويفسكي ولا كاين حاجه واحده اللي تخلي الناس تخرج للشارع، حاجه واحده اللي تخلي الناس تثور، سي الباتش تاع الحكام، سي الحقره، سي با الفن، الفن اللي لو مود ني با غوفرني با با لي زارتيست، اللي غوفرني با لاجون، با لي زانتيغي، با لي لوبي، سي با سني با با لي زارتيست. نو سولمون هكذا هاد العباد راح يحرموا الناس اللي راهم اون كونفينمون وراهم قاعدين في ديورهم. لوفر هذه اللي درناهاش وخدمنا مقلوبنا وحطينا كاع قلوبنا باش نرضيو الشعب هذا ونوروا له حاجه شابه نخرجوا على الاوردينار باسكو علاش ما بالك اموري دي نديروا حاجه تافهه نهضروا على القلب اللوز والبقلاوه لا احنا حبينا احد اون بليس هاد الناس اللي حبسوا هاد البرودوي انا قلت لك ما جو سي با شكون والله ماني عارف شكون هذا الشخص ولا هاد الجماعه ولا هذا الربيع عباد ولا عشر جون سي با مي هاد الناس هادو انا نهضر معاهم اسكو خدمت في هاد الناس اللي راهم كونفيني في دارهم، الناس اللي حابه تضحك، الناس مسكينه مقنوطه، كاين ناس زواوله، كاين ناس مساكن كاين اللي راهم محرومين، علاش تحرموهم؟ خلي الناس تضحك اسيدي، صافا شو يعني كاسكي باس باسي كي الناس تشوف داك الاسم صحيني، نو، خلي الناس تضحك، كاين دراري صغار احنا بزاف الناس تلقى بهم يقولي ولادي يشوفوا، واحد يجوز لي وليده في التليفون، ولاد الناس عندهم 3 سنين يشوف، تحرموا هاد الناس من لما العائليه هادي، شكون هاد الناس اللي ميديسيدي ما جاريت باكم كون، شكون انتوما باش تقرروا في الشتو في تما يفوتش، وشكون انتوما باش تعرفوا خير من انتوما الفن. فورا ما تعرفوا الفن خير منا شكون هاد الناس هادو حاجه واحده اخرى ثاني اسكو على بالكم بالكارثه اللي درتوها الكارثه اللي هي نو سيلمون الناس اللي راهم محرومين مساكن ما يشوفوش مي اوسي لي زارتيست اللي خدموا هاد العام كان 45 ممثل خدموا في دوك لوسون بيوس 45 ممثل مينيمو اللي تعبوا اللي خدموا مساكن وما خلصوش دورهم الدواش وكان البرودوي ما راهش يجيو زي نورمال سي نورمال الدراما يدوها مش هاد الناس كيفاش راح يقبلوا العائله تاعهم عندهم عام ما خدموش خدموا في عام واحد كيفاش راح نديروا هاي اي نون سالمون اون سي با سكي باس باسي من بعد ان شاء الله الكورونا هذه ان شاء الله تزول مي اون سي باللي يوغا ان كريز بالك ما على باليش مي صدر من ذاك الوقت باش تزيد تخدم تسمع عام واحد اخر باش تزيد تخدم وكي تخدم ايه سمع وقتاش تخلص حنا في دارنا كي تخدم بالكونترا تاعك وريقلو وما تخلصش وتبقى تسينا 6 شهور 7 شهور كيفاش الناس هادو كيفاش راح يعني اساسا اسكو خممتوا في هاد الناس اسكو خممتوا في هاد الناس هاد الفنانين اللي دي سيتوايان جيريان اسكو خممتوا فيهم كيف راح يستسقوا دوك العامين هادو شكون راح يخلصهم خاصهم نتوما ما تجيبكم الشريط تاعكم ولا كيفاش اونكور اون فوا ما تقدرش تحبس حاجه هكذا برك بلا ما تشوفها هادي اللي حبيت تسمى نركز عليها مليح باسكو سي انجوست انا البروبليم سكو انا جاري باكم بون شكون ما كان حتى بيان رسمي ما كان حتى جهه رسميه تبلد هذا الشيء وقالت بلي حنا جاري باك شكون اي وزاره اي مؤسسه ما فهمتش انا شكون هاد الناس يا خويا هاد الناس هادو اللي راهم يشوفوا بون دابور يشوفوا المسلسل دابكور 20 حلقه وكي يخرجوا يديروا بيان قال هذا المسلسل وقفناه على على على, على هذا الشيء كيفكم تقولوا بلي حنا الجزائر الجديده انا كنت نشوف الخطابات تاع رئيس الجمهوريه لي بخومي طون كان دائما يتكلم يقول وهي الحاجه الاولى اللي كان يهضر عليها كان حريه التعبير وحريه الصحافه والسينما والفن انا جون ديزي تي سي بيان بون فان بريزيدون يعطي حيز كبير يتكلم على الفن يتكلم على السينما وقال بلي الجزائر الجديده واحد ما يتحكم في الجزائر الجديده هذه الجزائر الجديده العام الاول في رمضان تقابلونا هكذا تحبسونا برودوي تحرمونا الناس هذه هي الجزائر الجديده يعني توت لي جينيراسيون في البلاد هذه توت لي جينيراسيون تاع الفنانين محقورين تحقروا توت جدي بيان توت اوكي جينيراسيون ما بدات حقها رانا نتلاقى بهم ناس كبار فلاني كبار مساكن مظلومين وما يحبوش يهضروا الناس فينا ونبانوا معاهم حنا مساكن ما حنا ما نتحضروش باسكو حنا نورمالمون رانا في الجزائر الجديده دونك ماذا بيا باسكو رانا في الجزائر الجديده الجهه هذه تتبنى تتكلم ما على باليش الا كانت الرئاسه تتكلم الا كانت الوزاره تتكلم قول يا خويا يخرج هذا المسؤول هذايا داكور يخرج يقول هذا العمل بعد ما شفناه الفو كيشوفوا دابور بعد ما شفنا هذا العمل قررنا لانه كذا وكذا وكذا والصحافه الدوله داكور صحفة تقول احنا الا كان واحنا عندنا الحق تاع الرد سي كوم سا صار في الجزائر الجديدة ماشي في الصحافة تقولوا حرية التعبير وكذا وكذا ومن تحت حاجة واحدة أخرى دونك فوالا ان شاء الله حنا نتمنى كيفاش يقولوا نستناو بيان رسمي لأنه حاجة كيما هذه واحد مرة وخاسر لأنه واحد ما يتزيد على واحد في حب الوطن حنا ثاني كنحبوا بلادنا حنا ثاني مانيش تاع فتنة باسكو نتوما كي حبست لنا البرودوي راكم طاكسيو فينا راكم تقولوا بلي هذا الناس راهم يديروا فتنة علاش نديروا فتنة حنا حنا راه نديروا في الفن واش دخلنا في السياسة ولا واش دخلنا في نتوما اللي راكم تسيسوا في كل شيء دوك ماذا بينا هاد الناس هادو يديروا لنا بيان رسمي ويتكلموا يواجهونا يواجهوا الناس يواجهوا الفنانين يواجهوا العالم سي كوا البروبلام يا اخي انا في دولة المؤسسات ودولة والجزائر الجديدة دونك ديسي لان ان شاء الله يكون جواب
يكون جواب ان شاء الله. مالا اي واش نقول لكم، ان شاء الله ربي يرفع الوباء هذا تاع كورونا، ريحوا في ديوركم ونقول لكم صحه رمضانكم. وانا نسلم بزاف على الناس، نقول سمحوا لنا اذا كان تعب، سمحوا لنا سمحوا لنا، وقول الممثلين اللي يخدموا معنا سمحوا لنا ثانيك، لان الممثلين نوصل خسروا يعني ماديا في نوصل، وخسروا فنيا اوسي، يعني صراحه عمل مليح. في بالمناسبه راح نبعث لكم، راح نشوفوا لابوندانونس اللي راهي من عندنا، ماهيش من قناه شروق ولا الانجيا، حنا اللي خرجنا عندنا لابوندانونس، حاجه خصني عندنا لابوندانونس، راح نشوفوها، راح تشوفوا العمل اللي ما راكينش راح تشوفوه في رمضان، اللي حرمونا منه، وان شاء الله يكون باين رسمي من الاحسن. فوالا، صح رمضانكم وكل عام وانتم بخير.